سارة أبي كنعان ووسام فارس يحتفلان بتوديع العزوبية باللون الأبيض والورود، لقطات رومانسية تجمعهما. سارة مبروك الخطوبة، اختير اختيار اللون تلبيق اليوم الليلة مع بعض. لا احتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس بحفل توديع العزوبية بحضور العائلة والأصدقاء. ونشرت سارة العديد من الصور عبر خاصيات القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام من المناسبة. وفي التفاصيل ظهرت سارة أبي كنعان مع خطيبها وسام فارس وهما يحتفلان باللون الأبيض والورود في كل مكان، كما جمعتهما لقطات رومانسية. هذا وكانت قد أعلنت صفحة شربيليتا المهتمة بنشر أخبار المشاهير عن زواج سارة ووسام مدنياً في الإمارات. ووفق الصفحة كان الحفل رائعاً وقد حضره أهل كل من العروسين وأصدقائهما المقربين. الحب جميل وإحنا بتوع التفاصيل طبطبة وحد. وكتبت الصفحة على حسابها عبر إنستغرام: بفرح عارم وابتسامات تعبق بالسعادة أعلنوا عن زواج الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان والممثل اللبناني وسام فارس في حفل زفاف مدني رائع أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وأضافت: في لحظة تاريخية تكللت بالفرح والمحبة، اجتمع العروسان وسط أهليهما وأصدقائهما المقربين ليشهدوا على ارتباطهما الدائم بالحب والتفاهم. تألقت سارة بفستان أبيض يليق بجمالها، بينما أطل وسام بأناقة لا مثيل لها. وكانت قد نشرت سارة أبي كنعان مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر إنستغرام، وبدت في الفيديو مع خطيبها الممثل وسام فارس خلال تواجدهما في الإمارات، ووثقت سارة لحظات رومانسية جميلة من أماكن مختلفة. هذا وكشفت وان تي في أنهما سيتزوجان في 1 حزيران المقبل، ونشرت صورة لبطاقة الدعوة لزفاف أبي كنعان وفارس. الجدير بالذكر أن الممثل اللبناني فارس لديه ابنة تدعى ياسمين من زواج سابق. وشاركت سارة عبر حسابها في إنستغرام لوحة رسمت لها ولخطيبها، معلنة أن موعد الزفاف سيكون من أول شهر يونيو المقبل. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر معربين عن سعادتهم للثنائي. الو اخبار وكانت سارة قد أعلنت خطوبتها من فارس في شهر آب عام 2023 عبر مشاركة مقطع فيديو طريف يجمعهما وهما يستمتعان بوقتهما في أماكن مختلفة. وظهرت سارة في إحدى الصور وهي ترتدي خاتما وتشير إليه بأصبعها في إعلان منها عن دخولها القفص الذهبي.